السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في هذا اللقاء، والحمد لله قطعنا الشوط الطيب في موضوع التسويق وإدارة التسويق، وآمل أنه تتأكد لكم أنه التسويق أو إدارة التسويق هو فن، علم وفن. يعني ليش علم وفن؟ زي ما قلنا أكثر من مرة، أن احتياجات العميل تتغير، احتياجات العميل تتطور. أنا وانتي وانتي وانت كلكم، شوف كيف نحتاجه يا اخواني. شوف العقال اول كيف تم، الان العقال اصغر، الثوب، القماش، البيجر، الجوال، التلفزيون، كان هالكبر الان هالكبر. اذا طالما الاحتياجات تتغير او دورة حياة السلعة تتغير، فالتسويق يتغير. من يصدق مثلا ان بالمملكه السعوديه بشكل عام يعني الدجاج يصير بالزواج؟ دجاج صار الان بالبوفيه. من كان في بعض الاماكن، ونحترم احنا كل الاراء طبعا، ما يحب لحم البقر؟ طبعا حقه يا اخي، ما يحب لحم البقر، الان صار ياكل لحم بقر، همبرجر، صار ياكل لحم بقر ستيك واغلى كمان. بينما ما يحب لحم البقر مباشره على الكبسه فرضا. إذا احتياجات التسويق تتغير، والتسويق مثل لازم تستمر بالتغيير. ما هو تلك الكلام اللي أقوله أنا بالشرح، غير اللي في الشرائح هنا لازم تفهمه وتستوعبه. طيب في المحاضرة 7 و8 و9 و10، محاضرة 7 و8 و9 و10، تكلمت أنا عن استراتيجية التسويق أو المزيج التسويقي أو الفور بيز أو إدارة التسويق، اللي هي مزيج سلعي أو خدمي أو مادي أو استراتيجية المنتج. الثانية اللي هي استراتيجية الترويج وقنوات الاتصال. الثالثة اللي استراتيجية التوزيع. وفي اللقاء السابق الأخير اللي هو العاشر تكلمنا عن استراتيجية التسعير. هذه الأربعة دي اللي هي المنتج أو التوزيع المادي أو السلعي والترويجي والتوزيعي او المكاني، ها، مزيج توزيعي او المكاني والمزيج او استراتيجيه التسعير، هذه تشكل قلب التسويق. وباذن الله من يسوي هذه الاربع استراتيجيات او المزيج، استراتيجيه او مزيج نفس الشيء، من يسويها صح اضمن له النجاح. صح ما هو الاقوى، انتبهوا، ما هو اللي يسوي التسويق او الاستراتيجيه او المزيج التسويق الاربعه دول اللي قلت لهم الاقوى، لا 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 لا، الانسب، الافضل، الاصح، الاكثر كفاءه، مش الاقوى. انا ما ابي اقل السعر واعلى جوده، ما ضروري، ما ابغى ابيع بالسوق اعلى جوده، ابيع بالسوق فقط اعلى جوده، هذا ما ضروري اصلا. في من يشتري محلات راقيه جدا، في محلات ابو ريالين، اذا لازم اجيب الانسب. انا في عندي طبقه عليا وفي عندي طبقه دنيا، لازم يجيب الأنسب. اليوم في لقاءنا 11، محاضرة 11، حنكمل استراتيجية التسويق أو المزيج التسويقي، اللي هو المنتج، استراتيجية المنتج أو المزيج، المنتج أو المزيج السلعي بعيد أنا، أو استراتيجية الترويج أو المزيج الترويجي، استراتيجية التوزيع أو المزيج إيش؟ التوزيعي، واستراتيجية التسعير أو المزيج السعري، نفس الشيء، استراتيجية أو مزيج هي هي. اليوم حأكمل فيها 7 و8 و9 و10، تكلموا عن الأربعة. اليوم حأكمل فيها ولكن بأخذ الاستراتيجية الثانية أو المزيج الثاني اللي هو المزيج الترويجي. الترويجي تذكرون إيش قلنا؟ إيش تذكرون قلنا يا أخواتي يا إخواني في اللقاء الثامن، في المحاضرة الثامنة؟ قلنا إن الترويج يتكون من 4: إعلان، تنشيط مبيعات، رجال بيع، علاقات عامة ودعاية ونشر، وتكلمنا عنها في المحاضرة الثامنة. الآن بالمحاضرة 11 حناخذ الإعلان ونفصل فيه. على الرغم اني تكلمت عليه أنا وقلت خطوات الإعلان الجيد ما هي؟ تحديد الهدف والكلام اللي قلناه. الآن بنفصل فيه أكثر. ليش حطينا له محاضرة كاملة؟ يعني هو المفروض يكون ضمن استراتيجية الترويج أو المزيج الترويجي. خصصنا للإعلان محاضرة كاملة أو لقاء كامل تكملة لـ8،
في هذا اللقاء 11 لأهمية الإعلان ودور الإعلان وتكلفة الإعلان وتأثير الإعلان. ليش الإعلان يقوى؟ ليش حطينا؟ لأن الإعلان الآن يقوى بإيش؟ يقوى بالمدخلات. المدخلات أقل قنوات الإعلان، قنوات في قنوات رياضية، عالم المرء وعالم الكرة وعالم 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 إلى آخره. فصارت الناس تشوف التلفزيون أكثر وتعطي أكثر وتتأثر فيه أكثر. بل أحيانا يعني في بعض البلدان قد تكون الإعلان بأنواعه، بالصحف بأنواعه، بالنت وبالمدري وأكثر. شايف الإعلان هو ماشي في الطريق، شايف إعلان بالبورد، وهو بالملعب شايف إعلان، وهو هنا كل مكان شايف إعلان، شايف إعلان على التقويم، شايف إعلان بالساعة، شايف إعلان على الملابس، شايف إعلان بالرياضة، شايف إعلان. فالإعلان مهم، نعم هو أحد عناصر المزيج التسويقي، نعم هو أحد عناصر المزيج الترويجي أو استراتيجية الترويج، ولكن أفردنا له محاضرة، ليس فقط في المحاضرة الثامنة تكلمنا عن الترويج، وإنما حتى في 11 نتكلم عن الترويج، ولكن فقط نخصصه للإعلان. طيب خلينا نشوف الإعلان، حتكلم عن أنواع الإعلان، هنعطي فرصة كبيرة للكلام عن الإعلان بطريقة كبيرة جدا. طيب بسم الله، استراتيجية الإعلان أو اللي هو طبعا جزء من استراتيجية الترويج أو أحد عناصر الترويج أو أحد عناصر المزيج الترويجي. وش الإعلان؟ الأمريكان أو الجمعية الأمريكية للتسويق وش عرفت الإعلان؟ وسيلة غير شخصية لتقديم السلع والمنتجات والبضائع والأفكار والخدمات من جهة محدودة معروفة بائعة، زين، مقابل مادة طبعا. إذن الإعلان هو وسيلة إني أنا أوصل لك المعلومة، أوصل لك البضاعة، أوصل لك الدنيا من جهة معروفة، من شركة معروفة، مقابل مادي. طبعا تعريف الإعلان نقول إنه التفاصيل هنا. أنواع الإعلان، إعلانات عن المنتج نفسه، عن الطيارة، عن السيارة. ليش أنا أعلن عن المنتج؟ ليش أنا أعلن عن الطيارة والسيارة؟ إيش هدفي من الإعلان عن السيارة والطيارة؟ من الأهداف؟ أما أبغى أربح أكثر، أو أعلمهم ترجع رحلة سلعة جديدة أو خدمة جديدة أو خدمة مطورة، أو أعلمهم من مكانها، أو هدفي أني يزيد الطلب عليه، يزيد البيع، أو أبيع أكثر، أو أني فقط أبيع، أو أعلمهم من المكان اللي بيشتري منه، أو أعلمهم عن يا جماعة الخير ترى منتجنا ذا جاء منه جديد، موديلات 2012 وصلت، 2014 وصلت، نحن الآن لنا الفرع الخدمة للمنتج هذا. هذا إذن الإعلان، وين أعلن؟ على المنتج له هدف أو من أجل، أو أعلن عن المنظمة، الشركتنا حقتنا ترى صارت تتواجد، حنا صرنا نبيع، حنا وكلاء، ترى حنا كذا نقلنا مكاننا، هذا شعارنا الجديد إلى آخره. ليش الناس تعلن؟ وش هدف الإعلان؟ إعلان يعطيك معلومة، يعلن عن سلعة جديدة زي ما قلنا أو مطورة أو استخدامات، وهذه ذكرناها قبل هالمرة. بعض الإعلان يبغى يقول لك شوف احنا جيدين متواجدين بكل مكان، يعني شوف إعلان لفيمتو ايش يقول، معلش يعني عشان فيمتو ايش يقول، طعم اللقاء، ما قال شيء، ما قال حنا مزيج سلعي، ولا قال حنا مزيج توزيعي، ولا قال عن السعر شيء. حليب نيدو تنمو معه الأجيال، مرسيدس يمكن يقول الفخامة بين يديك، ما تكلم عن بقية مزيج السلع السلعي أو السعري أو السعري، ما قال شيء، بس يأكد التمييز والعلامة التجارية بمخك. إعلان يقول والله بعنا مليون سيارة من ذا، يقول لك ترى قرارك كان صحيح، شوف واجد اللي باعوا. إعلان يقول بعنا مخطط بالكامل، معناته يقول لك ترى مو بس أنت اللي شريت، الحمد لله شوف باعوا بالكامل. إعلان يقول ما عندنا فرع غير هالفرع، هدفه إيش؟ ضد المنافس. فهذه إعلانات كثيرة وأهداف كثيرة للإعلان. الإعلان التنافسي، تذكرون موبايلي واستسي في رمضان لما موبايلي سوت إعلان وقالت والشورى تحفر وما تحفر،
على طول تعال اشتري منا اللي هو كونكت. ردت اس تي سي وقالت شو الفائده اذا ما يصل الى اخره، ردوا الموبايل. هذه اعلانات التنافسيه، اعلان تنافسي يقول واحد والله انتبه ترى هذا اصلي وهذا تقليد، يقول انتبه للاكواب هذه، للجوالات هذه، للسيارات هذه، ترى شوف الفرق ويبين لك الفرق بينهم، او قطعه الغيار وقطعه الصيانه وقطعه الطياره او السياره. تنافسي يقول ما عندنا غير هالفرع ذا. تنافسي يقول احترم التقليد. فالاعلان التنافسي ياخذ اشكال كثيره وتضطر احيانا تسويه لان المنافس قام فيه. لا تنسون الكلام اللي قلناه عن الاسعار، اذا رفعت السعر شو ممكن يصير؟ ها ارجعوا للباب العاشر او المحاضره العاشره شوفوا ايش يصير على التسعير. نفس الشيء. فالاعلان قد يكون رد فعل للتسعير، لان قلنا احنا السعر اذا رفعته قد يكون من تاثيراته ان الاعلان ايش يصير له؟ يكثر. فالهدف من الاعلان زي ما هو الان امامكم بشريحه هو اعلان تنافسي. احنا واحد يجيب لك حبل قوي وحبل مكسور، تفاحه الزينه تفاحه مخمقه خربانه، هو يحاول يقول حنا وشوف غيرنا، حنا شوف غيرنا. اعلان الاشاره خضراء وماشي، اعلان حمراء واقف متاخر، هذا اعلان تنافسي. كل الامثله اللي قلتها انا اعلان تنافسي، وهنا تضطر انك تسوي يا انك تبادر او تصير ضد المنافس لانه قام فيه. اعلان تذكيري ايش الهدف من الاعلان التذكيري؟ ترى ما زلنا موجودين، ما زلنا نبيع السلعه في مكانتها، ترى السلعه ما زالت في مهمتها، لحق قبل ما ينتهي الموسم، لحق قبل ما نخفض، لحق قبل ما الالوان تخلص، لحق قبل ما يجيك اخر قطعه، لا فهمت علي؟ لحق لان قاعدين نبيع احنا 2011 قبل 2012 او 15 الى اخره. طيب الان في سؤال مهم، اذا يا اخواني ليش الاعلان يصير؟ ايش الاهداف الاعلان؟ وليش نسوي اعلان اخباري؟ وهو الاكثر بصراحه. ترى جاء سلعه جديده مطوره ما ادري وين، اشتري سلعه اكثر، ترى احنا صرنا نبيع الجحه بجحتين، ترى صار الموديلات القديمه نفس ترى السعر الكاش والتقسيط نفسه الى اخره. هدفه حثك على الشراء، قد يكون بناء سمعه جيده له. التنافس لا، زي ما قلنا انت رد فعل او انت تبدا فيه. اما التذكيري احيانا التذكير على فكره يشكر العميل انه اشتراه ويذكره انه ما زال موجود، انه حيجي وقت قريب. التذكير ايش يقول؟ ترى السعر قائم لحتى تنتهي الكميه، لحتى ينتهي الموسم، لحق قبل ما يخلص الشغله الفلانيه، احجز بالفندق او احجز في المطعم او بالتذكره او بالخطوط الطيران المقاعد محجوزه. لا تنسى ان تحجز العيد الاضحى، ان تحجز من الصيف من الان. لك الخصم قبل ان انت وهكذا. اذا هذه اهداف الاعلان. اخباري، تنافسي، تذكيري. طبعا انا في البدايات ذكرت لكم الاهداف بشكل عام، وذكرت لكم ثمان اهداف رئيسيه. الان هنا يعطيك التفصيل لها. يعطيك اذا كان اخباري، واذا كان تنافسي، واذا كان تذكيري، كل هدف. انا اعطيتكم الثمان الرئيسيه وكله صح، هذا تفصيل للكلام اللي انا قلته. اها، وين اعلن فيه؟ خلينا نرجع بس من جديد، شوفوا يا اخواني. احنا في اولا قلنا وش هو الاعلان؟ ثم قلنا انواع الاعلان. هل اعلن عن المنتج؟ اعلن عن المنظمه ذاتها، ثم قلنا ليش نعلن؟ ايش الهدف؟ ليش؟ اما اخباري او تنافسي او تذكيري. الان الشيء اللي عندنا مهم، وين اعلن؟ وش الوسيله؟ هناك اكثر من تقسيم لوسائل الاعلان. تقسيمات كثيره. في من يقول الثابت والمتغير والمتنقل والمسموع والمرئي والمطبوع. تقسيم. وفي تقسيم يقول لا هي خلط منها. وفي تقسيم يقول القديم والحديث، وفي تقسيم ايش يقول؟ اكثر من تقسيم. احنا خلونا ناخذ الفكره منها يعني ننطلق. بس قبل انا ما اقرر
وش هل انا اعلن بالجريده او بالتلفزيون او بالصحيفه او ما ادري وين، او اعلن على النت او بالتقويم او بالشارع، قبل ما اعلن وش اللي انا المعايير بستخدمها في استخدام طريقه الاعلان وسيله الاعلان؟ عشان نصل للمعايير ذي المكتوبه خلوني انا نشقلب بالعمليه، نبدا بالعكس. لو انا بعلن لسكان المنطقه، لو انا بالبحرين الشقيق وبعلن لسكان المنطقه الشرقيه عشان يجوني مطعم فرضا، هاعلن وين؟ جريده اليوم فرضا، لان المستهدفين هم سكان المنطقه الشرقيه. لو انا بالبحرين وبعلن لسكان الرياض او بالمملكه السعوديه ساعلن بقناه التلفزيون العامه بالمملكه السعوديه. لو انا بعلن للشباب هاعلن على القناه التلفزيونيه. إذا أنا هدفي من الإعلان، شفت الهدف؟ هو حيحدد أول شيء وش بختار غصب عني. بعلن شغلة حريم، محتاجات نسائية، حلن حلا يا وقت دنيا المرأة فرضا أو عالم المرأة أو في قناة تلفزيون خاصة بالمرأة، نفس الكلام أطفال، عندي لعبة أو شغلة تخص الأطفال، بعلن وين؟ وقت الكرتون بالتلفزيون اللي حيشوفونه. إذا الإعلان عندي أنا معاييره أو على أساس أختار وسيلة الإعلان هي الاحتياج اللي عندي أو الهدف اللي عندي اللي قلناه. هو يحكمني بالكامل. ما أقول إنه للأطفال وراح يعلن وقت الرياضة بين الهلال والنصر، ما يصلح. لأن هذول أطفال. ولن يشوفونه على وقت الرياضة. الأطفال الصغار هذول. بيشوفون وقت الكرتون حقهم. ثم انجيري بينهم فرضا. اذا المعايير اول شيء من هو اللي انا رايح لمين؟ زي ما قلنا كبار صغار شيوخ اطفال الى اخره. اثنين منتجي مين حيستخدمه؟ ثلاثه ايش بوصل من معلومه؟ احيانا انا بوصل معلومه لازم يشوفون كيف وسيله رياضيه تريد ميل اللي هو الجهاز المشي على الرياضه، بوري كيف يرتفع كيف ينزل كيف يركض كيف يسكر كيف يقيس دقات القلب كيف يقول، وانت تشوف التلفزيون هذه لا يمكن تصير الا بالتلفزيون فرضا. كيفيه استخدام السلعه للجهاز. لكن احيانا الوسيله الرساله بوصلها وسيله ضد المنافسين، اجيب هالكوبين او هالقطعتين او هالمكينتين واقول شوفوا ذا زين وذا شين وحط عليه اسهم وريهم وين هذا الاصلي وهذا المقلد. اذا تكفي جريده. بينما في كيفيه استخدام السلعه لازم تلفزيون. هذا غير انا رايح لمين؟ ومن هو عميلي؟ مستهلكي نهائي المنظمات. اللي بعده التكلفه. احنا ما اقدر اعلم بالسي ان ان او بالعربيه او بالام بي سي او قد تكون غاليه. ولا اقدر اعلم، قد تكون اني اعلم بالتلفزيون اقل، قد اني ما اقدر اعلم الا بالقناه السعوديه. حتى ما هي الاولى يمكن الثقافيه قد تكون اقل ما ادري انا. وقد تكون فرضا والله ما اقدر اعلم انا بجريده كبيره وغاليه، اعلم بجريده صغنونه. اعلن بالوسيله بالمبوبه فرضا. التكلفه تحكمني. ان هذه المعايير هي اللي تخليني غصب علي او منطقيا اختار وسيله الاعلان. واحد من هو الناس اللي رايح لهم او الشركات، اثنين المنتج حقي طبيعته ايش المطلوب منه، ثلاثه ايش بوصل انا شرح من كلام، اربعه التكلفه. قد يكون الافضل اعلن بالتلفزيون لكن ما عندي، اضطريت اعلن بالوسيله او المبوبه واخلي اربع رسمات بس الصح بالتلفزيون بس ما اقدر. هذه تحدد لي المعايير. طبعا الان نرجع لوسائل الاعلان الوسيله، وكل واحده لها مزايا وعيوب. شوف التلفزيون يشوف مزايا وعيوبه، التلفزيون يشوفه ناس كثار لكن بنفس الوقت غالي. التلفزيون باي مكان يصل لكن القنوات كثار، هذا عيب. التلفزيون صوت وصوره ما شاء الله يشوفون كل شيء 100% ولكن الاعلانات كثار والناس ما تشوف، وقت الاعلان قليل. من مزايا الاعلان السرعه 100% واضح ولكن تصميم ويبغى ايش؟ فلوس. الاعلان يعطيك الحوار التفاعلي والشكل واللون واللمسه والصوت وكل شيء، ولكن قد تكون لو بغير بالاعلان او اسوي يعطيني تكلفه غاليه. كل شيء سبحان الله مزايا وعيوب.
حتى لو عندك التكلفة، ما هي دائما التكلفة هي كل شيء، قد يحكمك أمور معينة، شغلات معينة لهذا الشيء. هذا مزايا العنود التلفزيون والمزايا والعيوب. طبعا في عيوب أخرى كثيرة جدا، ترى كثرة الإعلانات وسرعة الإعلان، ترى ثواني بالإعلان، إضافة إلى أنه غالي. الصحف اللي هي الجرائد والمجلات لها مزايا ولا عيوب. مزاياتها تقدر تأخذ حجم كبير صغير، صفحة كاملة صفحة صغيرة، صفحة بالأخير صفحة بالبداية صفحة إلى آخره. لكن العيوب الإعلانات يعني شو نقول في العامية، قلت طعمها، قل اللي يتأثرون فيها، خاصة أنه مطبوع والإعلان التلفزيوني أقوى. ميزة الصحف تلقاها بكل محل منتشرة موجودة، بالويب بالمدري وين، بالجريدة بالطيارة بالمدري بأي مكان، بالويب قصدي بالإنترنت. لكن عيوبها العمر قصير، كم يوم واحد. طبعا لا ننسى إذا قلنا عمر الجريدة يوم، عمر الرسالة الإعلانية كم بالتلفزيون؟ ثواني، ربع دقيقة، هذه أرحم شوي على الأقل. يوم طبعا أقل من يوم عملية، هي يوم بس. كم أنت تجلس تشوف الإعلان؟ جزء من ثانية خلص، أنا شفت إعلان. طبعا الإعلان ممكن تحط المعايير والقواعد والأمور والمناطق الجغرافية، زي ما قلنا جريدة العكاظ في جدة، جريدة الرياض قد يكون إذا عندك أنت فندق في الرياض أو سكنك أو مطعمك في الرياض، والدمام في جريدة اليوم وهكذا. ولكن كثرة الإعلانات نفس الشيء قلنا على التلفزيون يخلي الشيء قد أنه ما يؤثر. الإعلان الصحيف أو الجريدة له ميزة، تقدر تغير وتجيب وكل يوم تطلع شيء. لكن لا تنسى انه مو بس انت اللي تعلن، هذا عيوب الصعب. وهذه العيوب في تنوع وفي اشياء كثيره جدا، خاصه اذا كان في مناسبه او 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 وضع معين او تخفيضات او بدايات او نهايات او موسم. اذا الصحف لها مزايا ولها عيوب. التلفزيون ما شاء الله يعطيك كل شيء، لكن في عيب إعلانه قليل، في عيب سرعته، في عيب تكلفته المرتفعة، في عيب كثرة القنوات التلفزيونية. الصحف أرخص ميزة، الصحف تحدد المنطقة الجغرافية ميزة، الصحف تقدر تغير بالعنوان كامل بينما التلفزيون ما تقدر، الصحف تستطيع أنك تأخذ المكان اللي تبغاه بالصحيفة، حول الجريدة، حول الرياضة تحط إعلانك الرياضي، حول عالم المرأة تحط المرأة، حول عام تحط في البداية في اللي تبي. لكن عيب الصحف يوم واحد وأقل، كثرة الإعلانات. طبعا حتى الطلب في الإعلان أو التأثير في الإعلان أقل، لأنه بس رسمة. طبعا على فكرة ترى مو بس التلفزيون والصحف، في عندنا الإذاعة، في الفيديو، من الفيديو والبنر والمسجات كلها والفيسبوك وتويتر وكل ذي في إعلانات. الإعلان فرضا في على الباص وعلى السفينة المتنقلة والإلى آخره، الإعلان باستاد الرياضي، هل أنا أعلن ثابت أو أن التلفزيون يتغير بنفس الاستاد الرياضي؟ الإعلان بالشوارع البيلبورد وهذا الإعلان الثابت، كل شيء له مزايا وعيوب. الإعلان بالمنضاد، الإعلان بطائرة تمشي وراها إعلان، الإعلان على قميص اللاعبين، الإعلان من خلال هدايا. ففي وسائل الإعلان كثيرة جدا جدا، بس طبعا حنا بصراحة دائما يعني ناخذ على الأكثر أهمية. اللي بياخذ مع اللي بيتخصص تسويق حياخذ مادة كاملة اسمها الإعلان والترويج، مادة كاملة، ومادة كاملة اسمها المنتج، إدارة المنتجات، ومادة كاملة اسمها إدارة التوزيع، قنوات التوزيع، ومادة كاملة اسمها إدارة التسعير. بس حنا الآن كبدايات نمشي حالنا بهذا الكلام الموجود، وأعتقد جيد يكمل الحال. طيب استراتيجية الإعلان، هل أنا حافظ على السوق في الحقائق الموجودة، ولا أني حافظ على السوق كرمز لي تصور لي؟ يعني بالبداية استراتيجية، أنا عندي معلومات خاصة بي، بخلق صورة ذهنية للعميل عني أنا، للعلامة، رولكس، تويوتا، مرسيدس، سوني، ليبتون، كلينكس، نيدو، تايد،
إلى بخلق أنا ذهنية عني أنا اللي هي الجودة أو أحيانا السرعة. ماكدونالدز برجر كينج هرفي يبغى يخلق لك إيش طبيعة السرعة، سرعة بتقديم الخدمة. عشان كذا الزحمة بالمطاعم السريعة شيء خطير عليهم، لأنه ما حققوا الهدف الرئيسي عليهم في التسويق هو السرعة بتقديم الخدمة. وش الفائدة أنا أقف بدرايف ثرو أو موقف السيارات طالبية السيارات وقعد لي نص ساعة؟ هذه ما صارت، هذه انتفى اللي أنا أبغاه. إذا أنا رايح مطعم فخم تشيلز فرايديز مدري وين أبل بيز لو قعدت لي طولت أو فندق خمسة أوكي أطول لأني متوقع أنا، لكن هنا اسمي مطعم سريع. نفس الشيء، هل أنا بأكد الحقيقة اللي فيه اللي مطعم سريع؟ هل بأكد أنه فخامة زي ما قلنا بالسرعة؟ إيش أنا هدفي؟ أو هدفي أني حافظ على السوق من خلال هذيك خلال الحقائق أنا خلال الرمز اللي أنا فيه. وأكد لهم العلامة التجارية اللي يتمسكون فيها. طبعا الاستراتيجيات الآن أما أني حافظ على الحقائق أو الرمز أو أني غير حقيقة عندي. الأولى استراتيجية الإعلان أني أحافظ على الحقيقة عندي أو الرمز أني أثبته بذهان المستهلكين أيا كانوا. الثالثة الاستراتيجية الإعلان أني أغير الحقيقة الأولية أو أغير الترميز أو الرمز اللي أنا حطيته هنا. يعني فرضا مرسيدس تبغى تغير من رمز الحقيقة أنه الجودة والأثرياء حتى اللي أقل يمكن يأخذها، أطلع بدل ما كان عندي فئة 500 SEL أطلع فئة 250 SEL أقل. أنا BMW أطلع بدل ما كان عندي فئة 600 أطلع الآن بالفنادق 5 نجوم غير بعض الحقائق اللي عندهم تحصل هيلتون الآن في هيلتون 3 نجوم إن يسمون هيلتون آي دبل إن غير من حقائق أنه هيلتون 5 نجوم للنخبة ولا ترى حتى الطبقة الوسطى تقدر تأخذ هيلتون الآن. هوليدي إن غير زمان، هوليدي إن جراند، هوليدي إن ريزورت ما زال 5 نجوم، هوليدي إن العادي 4 نجوم، هوليدي إن إكسبريس 3 نجوم. فبدأوا يغيرون بالرمز أو بالحقيقة. ما هذا ما حد حيعرف ولا عن طريق الإعلان. يعني إيش هدفي أنا من الإعلان أسوي فيه؟ بأول النخبة فقط الجميع يقدر يجي. طيب إذا لازم أني أحقق استراتيجية الإعلان. أنا بس قبل ما أخلص على موضوع يعني خلصنا موضوع الإعلان ودي أتكلم نقطتين على الإعلان. الإعلان يا أخواني يا أخواتي ادخلوا على أي موقع من مواقع الشركات الإعلان الصحف التلفزيون خذوا الثنتين دول على أساس تكلمنا عنها وشوفوا ما هي تكلفة الإعلان. حستجدون إن تكاليف الإعلان عشان كذا أفردنا له حنا بلقاء 11 محاضرة كاملة مكلف مهم مؤثر. تحصل انه بالثواني 4 5 10 ثواني 70,000 50,000 60,000 بالجريدة العادية الرياضة والجزيرة والشرق الأوسط اليوم العكاظ أيا كان اللي وطن اللي ها الحياة إلى آخره. وتحصل الإعلان أحيانا إذا خارجي يمكن يصل 70,000 50,000 غير ملون. تخيل لو تعلن باليوم بعشر صحف سعودية مع الشرق الأوسط والحياة دي يعني كم؟ مليون. 10 أيام 10 مليون. تخيل لما الموبايل قالت وشوله تحفر وما تحفر خذ كونكت على طول وردوا عليها STC وردوا ده على كم تكلف الإعلان؟ كم عشرات الملايين لكل الطرفين. فهو مكلف ومهم. إذا الإعلان أفردنا له حنا لقاء مكلف ومهم. إذا أنا دفعت شيء مكلف ومهم إيش أبغى أنا؟ أبغى عائد، أبغى منفعة. حط إعلان ما جاني فايدة، إيش الفايدة؟ المفروض ما أدفع ريال يجيني الريال على الأقل كشراء وكتأثير أو أكثر على الأقل، ولا أكون ضيعت نفسي. فأنا نصيحتي لكم مرة أخرى عشان تفهمون وتعرفون قيمة الإعلان، شوفوا التكاليف كم. مو بس كذا الإعلان غالي، وإنما الإعلان وين هو فيه؟ بالصفحة الأخيرة غالي، بالوسط أقل. الإعلان بالتلفزيون بنص الليل والناس نايمين رخيص أقل، بينما إعلان وقت الفطور طاش ما طاش فرضا أو برنامج معين أو برنامج ديني راقي ومؤثر تحصل غالي.
الإعلان وقت لعب بين الهلال أو النصر أو المنتخب الوطني أو منتخب آخر تحصله غالي. الإعلان بين منتخبات عادية أو ما هي معروفة أو معادة تحصل إعلان أقل. إذن الإعلان عشان يكون غالي أو رخيص أو مؤثر مرتبط بالمساحة الجريدة، مرتبط في الموقع في الجريدة، مرتبط في الزمان بالنسبة للتلفزيون، مرتبط بالوقت بالنسبة للتلفزيون، مرتبط بالبرنامج بالنسبة للتلفزيون. طبعا هذا الكلام برضو عموميات، إذا دخلنا بتفصيل إلى آخره. يعني أنا لو بعلن ما عندي مانع أعلن مع البرنامج المعين اللي بيشوفه 10 مليون شخص، أدفع 1,000,000 ريال، لكن مو معقول بدفع 1,000,000 وهالبرنامج أو المشاهدين حيكونون 100,000 شخص، لا ما أدفع. وهكذا كل ما توقعت اللي يشوف الإعلان أكثر طبعا بتأثر فيه أكثر، كلما أني دفعت قيمة للإعلان أعلى. فالإعلان مهم، صناعة الإعلان مهمة، وفي دول مثل التعاون والمملكة السعودية الآن الإعلان نتكلم عن مليارات صناعته وإعلانه وتكاليفه، فننتبه له لأنه مهم لنا في إدارة الأعمال، مهم لنا في حياتنا. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.